مشاهدي قناة الساحل تي في، أهلا وسهلا بكم. صباح الخير في قهوة الصباح كما العادة، رونديفو أسبوعي نتلقاو فيه مع نخبة من أهم الوجوه الرياضية في الساحل الكبير. كما العادة يحضر معنا مكرم اللقام متبقل بيت النار من تونسنا للساحل تي في. صباح النور والسرور. مرحبا سيدي. قدش شرقت من ساعة؟ ما نقدرش نقطع الصباح برك، الناس كله مقبلهم وجاي نصر. سي ضاف رحم برشا اللي كان عندي برشا بيتوش اليوم. الناس هذا مرحبا بالرياض، مرحبا بمشاهدين ساحة تي في اللي تبقى. سي مراد متير، سي فتحي دويك ورا الكاميرا. نقطة إعلامية هامة في تاريخ الساحل الحقيقة. بالضبط. اللي عندنا برشا متابعينا في الساحل الكبير. واضح. وهذا شرف لينا باش نكونوا موجودين. سي رياض، صباح النور. كيف حالك؟ لاباس مدام سيرينا لهنا، ليه وحشة عندنا برشا ماريناش. مرحبا بيه، مرحبا بسادة المشاهدين صوت الساحل. إن شاء الله نعدي حسة مزيانة. إن شاء الله. سيرينا عزيز مرحبا. اهلا. وينك؟ شنو عاملك انت؟ كيف كيف من المطار جبناك ديريكت دور. يعني سلمت البنايه تقريبا، عملت اسكال صغيره بساعتين ثلاث سوايع نوم. وجيت باش نصبح على جماهير المشاهدين تاع الساحل الكبير. على فكره معناها فكره حلوه برشا تاع الساحل. واحنا في حاجه صوت مخالف. صوت مخالف وخاصة على المشهد المرئي، لأنه بكل صراحة الساحل مغيب إعلاميا على مستوى الصورة. ثم صورة غلطة حتى بخلاف الرياضة بخلاف غيره، ثم صورة غلطة تخلي باقي الجمهورية يحسب الساحل على الرفاه اللي هو فيه ورفاه العنكوش. احنا عندنا حتى حفرة في الطرق نتاعنا. اي لا، انا نقول لهم يكفي وغلطات صغيرة. يكفي انه تصب تشطاش نتاع 400 ساعة باش نعرفوا ايش معناها الكذبة الكبيرة نتاع الساحل التونسي. واحنا في جوهرة الساحل. واضح. وقت اللي تغرق في شبر ماء تولي عدة أسئلة. سامحني فوزي، تصديقا لقولك. اي شنو باش تبدا؟ ولاية المهدية. على بكري. ولاية المهدية أكثر ولايات فقرا في الجمهورية. أفقر ولاية. وأكثر ريف ممتد في الجمهورية هو الريف نتاع ولاية المهدية. ولهذا احنا رسالتنا لخيالنا في كامل تراب الجمهورية. رانا في نفس المعاناة. ورانا في نفس الظروف. وراهو فما فرق ما بين المكياج اللي يخبي الوجه الحقيقي وبين المكياج، خاطر حتى المكياج تاع الوراء فيه فن راهو. المكياج هو اخفاء العيوب وابراز المحاسن. انت تحكي على مكياج منصف بي ولا فري؟ مكياج المراه. فري مكياج المراه. مكياج المراه هو ابراز للمحاسن واخفاء للعيوب. اما كالتلبيز نتاع على بعضه حمير منا واندرجو ووكحل من الفوق وازرق من الروح. هذاك ما يعرفوش. ما عادش يضروا برشا هذاك. هو اشاره للمشاهدين نتاعنا. هو ساعه يكتبونا حتى دي كومنتير يقولوا لنا راهو يلزم الجهويه. هذا اعلام القرب، هذا اعلام موجه الى بالضبط الى مشاغل الناس في ثلاثه ولايات، مهديه مستير وسوسه. للاشاره سوسه راهي 24 ولايه. مستحيل مستحيل، هذا مؤكد جدا، ما تلقاش ولايه ممثله، ولايه من 23 ولايه الاخرين ممثله في ولايه سوسه باي طريقه، في مؤسسات عموميه، في مؤسسات خاصه، يعني في كل الاختصاصات لازم ولا بد انك تلقى واحد من داخل الجمهوريه والا من الساحل الثاني في نابل ولا في بنقردان ولا في بنزرت موجود في مدينه سوسه ولا مدينه المنستير خاصه اللي هما زوز اقطاب صناعيه وسياحيه. دونك جست دقيقه دقيقه دقيقه، خلينا نكمل الخطاب هذا للساده المشاهدين، لانه الحقيقه ريتهم يكتبوا في حاجات، احنا فرحانين جدا وسعداء انهم يتفاعلوا معنا طبعا، لكن مؤكد جدا انه راهو لا ندعو الى التفرقه ابدا، هذا لا مجال له بيننا، لكن دفاعنا على الجهه هو دفاع شرعي ومنطقي باعتبار انه وسيله الاعلام هذه موجوده في اقليم الساحل الكبير. ان شاء الله ان شاء الله في القريب ان شاء الله ان شاء الله إدارة قناة الساحل تي في تتفاعل معنا. البروجي مش قدمناه سي فتحي دويك أو قدمنا بروجي إن شاء الله باش نعملوا احنا حسة تهتم
بمشاكل الساحة. بمشاكل الساحة. اجتماعي سياسي ثقافي رياضي. ساحل. وتكون منارة أخرى للإعلام القرب. إعلام القرب. إعلام القرب هذا هو. وهذا أنا. ترى اليوم إحنا في ولاية صفاقس عندنا راديو ديوان يهتم بمشاغل صفاقس. في ولاية سوسة موجودة إذاعات وموجودة مؤسسات تهتم بمشاغل الساحل، هذا طبيعي. سي فوزي قال كلمة باهية، هي المغالطات هذه صوت الساحل هذيك باش توري للرأي العام اللي ماهوش عايش في سوسة، باش تعطيه معناها الوجه الحقيقي للساحل. هذه كلمة كبيرة برشا. بنية تحتية مهترئة. أودي كان مشاهد رياضية مفقودة. اليوم الإتوال ما تنجمش تلعب في استاد في سوسة. الموضوع هذا تأثرنا في لا داخل في فالبروغرام تاع الحصه احنا تاول سيريفا شاحوالك ساه. تذكروا انه سيريفا كان ناطق رسمي باسم النجم الرياضي الساحلي في فتره ما وكاتب كتاب هام جدا وتاريخي في 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 النجم الرياضي الساحلي. اي كاتب كتاب اسمه لاغونسون دو لا دوار. وقالوا لي داير، قالوا لي علاش بالفرنسويه والجماهير بتاع النجم. قلت لهم مع الاسف، اي مع الاسف الكاتب او الفنان ما يحكمش روحه. وين تنطلق الفكره؟ كيفاش تنطلق الفكره؟ كتبته باللغه اللي انت ترتاح فيها. لانه بدايه النص بدايه القصه بدات بقصه صغيره اسمها لا لانترن اي لو لون فويون، القنديل و الضريب أو الأعمى. واضح. فمن خلاله هو مشات اللغة الفرنسوية. وباعتباري أنا أحسن بين الأخرين ثلاثة لغات الفرنسوية والعربية والإنجليزية، فما لقى صعوبة في أني نعبر. واضح. واعتقاد وين يلقاوه الكتاب هذا سيري؟ إذا والله موجود في المكتبات وتوا حاليا فما الخلية العالمية لل خلية تحب ولا الشبكة العالمية للنجم الرياضي الساحلي. الشبكة العالمية عندها مجموعة من الكتب نتاع لونتيرن وقاعدة توزع فيه، قاعدة تحاول توزع فيه. فاللي يرغب في الاطلاع علاش بترجموش؟ نعم علاش بترجموش؟ انا برشا كتب بالترجمه تكلف برشا. والله يطلب وقت، يطلب وقت. وكيف يبدا انسان مشاغله متعدده، شويه ثقافه وشويه مسرح وشويه مسلسلات شويه افلام، نجح نراو فيه كل ليله في التلفزيون. لا باش نراو اكثر من والله مازال توا حاليا ما عنديش، ما اقترحوش عليا ادوار. يعني انا نفس الشيء زي ما نقول، انا ما نمشيش للكاستينغ. يعملوا في التسليم على شريف ولا على نمشيش. اللي يعرف تستنى الدعوة أو يعرف يستدعي الدور. نحبوا من عندك ما عملش تيست يدخل تقريبا. نحبوا من عندك تشخيص لوضعية النجم الرياضي الساحلي اليوم. وضعية النجم الرياضي الساحلي هي وضعية طبيعية في منظومة الرياضية الحالية. اللي يبدأ مصير الجمعية بين ظفرين محترفة مربوط بشخص. سي رضا شرف الدين في النجم الرياضي الساحلي. سي المدب في درجة الرياضية التونسي. يعني وقت اللي واحد من هذوما زوج ينسحب يقع ما وقع للنادي الافريقي، وقت اللي سليم الريح سليم الريحي انسحب. باهي. قول لي وين الخطا؟ الخطا انه نحكيه على فرق محترفه والفرق نتاعنا عايشه على الطلبه. بروفيسيوناليزم ايمونديتيزم ما يمشوش مع بعض. البروفيسيوناليزم فيه حقوق وفيه واجبات. فيه ناس تدفع الفلوس وتاخذ مقابل. معقول. وفيه جمهور يشد بلاصته. انت شوف وقت اللي تبع الفرق العالميه شو تلقى؟ تلقى القيمه التسويقيه تاع الجمعيه. والقيمه الماليه. ومن جنب يقول لك شكون المالك. المالك شخص او شركه أو المنخرطين. ليزاديرو. كان مارسيليا هذه أي معناها وغيرها، فما غيرها في الأنجلتير، فما فرق عندهم المنخرطين. هو ممكن جابوني في مارسيليا.
في ما حبش على خاطر ما صارت الإشكالية ولا تدخل الجمهور يتدخل ولا هو عمل هيك قدم استفادة يعني اللي وقع في النجم الساحلي توا حاليا احنا جمهورنا ما يحبش يكتفي بدور جمهور يحب يختار الرئيس ويختار الممرض ويختار اللاعبين انت خرجت ويحاسب الهيئه المدير ويهب التشكيله ساسا ايوه يهب التشكيله كي تخرت هو اللي كي تشرك لعبات صحيح صحيح هو اللي حق مكتسب علاش قلنا علاش قلنا منظومه غلط سيدي انت تحكي على الاحتراف في منظومه الانحراف الاحتراف هذا اكتبوا كتاب أيه. الاحتراف في منظومه الانحراف والله يشوف انا منظومه كل منحرفه سيدي ذا هذا مشروع سيدي أيه. هذا منظومه كل منحرفه نحب نعمل احتراف نحن والله يشوف تو اللوموا خويا مكرم اللوموا على الانحراف في الرياضه قلت لي احنا في الاعلام كما ناس رياضيين منحرفين ونعرفوهم الحرفين بتاريخهم مش بروفيسيونال بيوع ماتشوات تدخل مع الاربيتر الفلاني باش يزفر بينالتي في اخر لحظه اللعب مع الجمعيه هذيه ياخذ جمعيه على سقوط لانه يعرف هذوما مدربين تقصد ايه وقامه رياضيه ومن تلفزه لتلفزه ومن اذاعه لاذاعه والتو يعطي في رايه في الرياضه انا رياضه تعطي في رايك شكون هذا السيد؟ اختار نختار النقطة خوش فيها. اسمعني تخرجوش في اسمعني يعرف شعبه. والله شوف رياض أنا تعرف اللي أنا ما نخافش. يا أخي تو أنا نخاف كم من ربي. نعرف أخي ولكن احترامات لعائلتهم ولوحده. ما نعملوش دعاية. ما نعملوش دعاية. علاش ما نعملوش دعاية؟ على خاطر مع الأسف ولا عندنا مستمعين ومشاهدين أوفياء. لا لا أوفياء سامحوني. ذي الخمج أو فيه احنا في تونس ثم إعلامي نهار طول يسبوا فيه في الفيسبوك خرب الأخلاق خرب العادات خرب التقاليد خرب الدنيا الكل أهلكها القمار ولا حلال صدق ما كان باهي نهارت اللي نهارت اللي نهارت اللي توقف نهار لا 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 نهارت اللي توقف احنا مش يا مكرم نهارت اللي توقف الناس كل ولاد جو سوي فلان ويحكي على سامي فاني مش برشا على الموضوع يحكي على سامي فاني ودير لا مانيش خارجين نحاول نقعدوا في الرياضه سيري ذا جايك الموضوع هذاك في حصص اخرى ما خليني في الرياض لان الوضعيه هو قال لك مكرم العنوان اعطيني انت الجوهر ما تتصلحش بجانب برد فن الجانب التسييري فما الجانب الاقتصادي فما الجانب الفرجوي ما ننساوش انا اتالم كيف نشوف فريق في الانجلتير يلعب في كوره خسر خمسة بلاش يا خلق ربي والجماهير بتاعه تصفق عليه لاخر لحظه سبيكتاكل عليه الهبله ما يفهموش كوره لا يفهموا كوره اكثر منا لانه شافوا 11 ملاعبي او 14 ملاعبي بالتغيير لا اعطوهم عندهم حتى حدهم لخرقوا احنا قضيتنا الاساسيه قضيه مفهوم الرياضه شنو عندهم بربي لحظه عندهم لعبه عندنا احنا 18 قضيه شرف نخسر شو معناها نخسر الا نضروا نور بيه وعليه وما يفهمش هو قاعد ولا ملاعبين تقال احنا مازال ناقصين اي شو خدمنا احنا باش نصلحوا هذا ما خدمنا حد شيء. انا اقترحت حاجه قلت يلزم البارح قلتها في سبورت بسنا قلت يلزم الرياضه التونسيه تتفسخ وتعاود تكتب من جديد مفهوم الرياضه طرق تمويل الرياضي طريقه التعامل مع الرياضيين الستاتيو تاع الجمعيات الستاتيو تاع الوزاره يلزم تتفسخ كومبليتمون تنساو القديم هو راهو هما راهي من الحاجات اللي دمرت البلاد اللي سي رياضه من فضلك تخش عليه خذي علي افكاري نحن الحاجات اللي من الحاجات اللي دخلتنا في حيط اللي نحن الوزير اللي يجي ينحي ويبدا يحب يعمل وحده في الرياضه ما تمشيش الحكايه دي يزمك تنحي كل قد كل شيء فاسد
ونعاودوا نبنيو ونعاودوا نكتبوا ونعاودوا نعملوا استراتيجية صحيحة عندها رؤية مستقبلية نتعبوا 10 سنين أما بعد قوانا رياضة به يلزم الناس تجي تضحي هنا فما حاجة أساسية فما حاجة الاعتراف بالفشل هاي قلت لهم البارح ترانا فشلنا الفشل لا يحبوش الطرق السلاح ولا تعترف بالفشل لا تتقن هذه لو جاء اسبابه بعد ما تلقى اسبابه تنجم تصلح انا ديما مثال نعطيه في الكوره كل ما قبل يجيك المسؤول يقول لك يا سيدي العزيز عايش خويا عاوننا ب 50 دينار ولا 100 دينار الجمعيه الرياضيه قولوا خويا شنو هي ال 50 دينار ولا 100 دينار؟ قول لك والله ما تعرف شبابنا ولا ينبيهم وكذا وباش ما يهملوش في الشوارع ولا شنو باش يشروا لهم تنويات نشروا لهم شويه شروب ياكلوهم بين الميطونات نعملوا لهم فاسمه وطريف دو احمر في السبعينات اي دقيقه عاد لا خليه يكمل الرياضه توا كي بتجي انت المواطن المتفرج ولا محب وتقول له عاوني ب 100 دينار ينحيها من فلوس صغاره قولوا له قول لك باش نخلص ملاعبي 110 ملايين في الشهر 120 و 120 معقول هذا تستقيم الفكره هذه ما تستقيم دونك شويه لو بقصين سيري ذار باش نكون زاد موضوعيين ونحطوا كل نقطه في الاطار اللي هي فيه راهو الحمله اللي صارت في النجم الرياضي الساحلي صارت على لاعبي الهوند الباسكيت والفولي ما عندهاش علاقه بالفوت لا 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 يعني والفلوس اللي تجمعت اللي 300,000 دينار لا خاطر ثم برشا ناس محترمين جدا وحاولوا يشتغلوا على على الحمله هذه بالعكس اللي صار ومشاو الى لعبه القاعات او العاب القاعات أبقات. للامانه معناتها خاطر ثم عباد يسمى يتفرجوا فينا محترمين جدا حاولوا لا حبيت انا نفسر انه ليتوال الحمله اللي صارت راهي للاعبي اليد الباسكيت والفولي لانه كما قلت لك راه ثم عباد ليلا نهارا يشتغلوا على الحمله هذه سي سليم بورديير سليم بوفيد سي عبد المليح عبد الحميد المليح دكتور فما بعض الوجوه اللي يشتغلوا ليلا نهارا باش حطوها في قالب قانوني وقالب لا ثم لي تيكي ثم واحد يعني في القهوه بعدنا يكون لي تيكي ثم بربي مش واضحين مش كل واحد يستخدم حقه مش عطيه حق الجمعيات ثم ثم حمله اخرى قامت بها صفحه النجمه اللي توا ريت نتاع عبي قبل ما يحضر بيع 40,000 تذكره يحبوا يبيعوا 40,000 تذكره الملعب استعدادا باش يبيعوا مقابله افتراضيه باش يقصوا يحبوا يقصوا 40,000 تذكره على اساس الملعب حاضر وهم يقصوا تذاكر على 20 دينار التذكره صفحه معتبره تحترم فهمتني 20 دينار تحترم الجميع حقيقه صفحه ممتازه واني نتبع فيها هي الافكار هذه معناها انت غدوه كي تعبي 40,000 متفرج في 20 دينار 800,000 دينار حلوا لنا مشكل رقم خيالي حلوا لنا مشكل يعني نحن دايوج الجماهير كل ما تشاركوا في الحمله هذه على 5 شهور مصاريف في كل فروع شكون احنا واضحين العاب القاعات العاب القاعات وشكون واضحين النجم الرياضي الساحلي الهيئه المديره نتاع النجم الرياضي الساحلي مظلومه في حكايه القاعات مظلومه بما علاش على خاطر عندها اولا فرق تلعب على التيتر كل عام تقريبا صحيح صحيح خاصة في رعاية الطائرة وال وال واليد واليد والباسكيت باسكيت بلوز موا الحقيقة لا لأنه وما نحكيش على التراجع توا ايه أما أي. في فترة ما مع معز وقتها ومع الحقيقة كانت طول عمرها طول عمرها تمول في أما تولي. في الفرق الوطنية الهيئة المديرة بتاع النجم الرياضي الساحلي أنا أعتبرها أنها مظلومة في رياضة القاعات والمذنب الأساسي في جزء كبير هو جمهور النجم الرياضي الساحلي الفولي والهوند والباسكيت يلعبوا في صاله فارغه في صاله فارغه لا نفسانيا للاعبين ولا ماديا للجمعيه ما فما حتى مفرع من هذوما الثلاثه ينجم يعيشوا بمداخيل مستحيل اذا تحط انت هيئه مديره مسؤوله على مصير الجمعيه ومسؤوله على دورها الوطني في المنتخبات ببليش وحتى الرياضة لا تخلص روحها اي وهي في الاصل حتى الرياضة ما تخلص روحها
نحن كي نحكيو في الفوتبول توا الفوتبول في الفوتبول توا معقول مدينة كمدينة سوسة الملعب يتسكر عامين ولا عام ونص ولا انت والمقاول مش باش يخدم وهو قادم على مبدئيا على ما سمعت انا مجتهد وقاعد يسرع خدمه ربي يبارك له ولكن اش معناها تسكر ملعب بتاع فريق ممول للنخبه ومن اهم الفرق التونسيه تسكر ايش نعملوا له استنى خلي كمل عاد المفروض سوسه 5 سنين اخرين 10 سنين اخرين مش تولي في حاجه ملعب اخر واقترحنا احنا ملعب مصفى عمارة نزيدوه جرادان يولي ممتاز كان المفروض يتبنى الملعب اللي باش تلعب فيه الاطوال بعد تسكير الاولمبي هو سيدارة ملعب مصفى عمارة فيه 2000 متفرج وعنده الاسباس نجمو نعملو جرادان يولي يرفع 15000 في 12000 لازم تيرا شو حومة معناها ما عندهاش حق حومة ذيك لا قريبة على طرود بس اسمه هذايا راك عملت بيه ستاج داخل فين باش تعملو هذيك عاد مشكلتكم انتوما تعرفوا البلديه شو احنا عندنا الملعب حاضر خلينا نرجع له على العامين اللي تحكي عليهم باش تسكر تو بربي احنا كان ما نعملوه انت تحكي على الكونتينيتي في الدومينات الكل اذا كان فما ناس ما تضحيش ما نجمش اللي بعدك يجيب شرقه كيما احنا الناس ضحات جات القينا احنا نتذكر احنا فما عام اللي نلعبوا في الاولمبي سكرناه 6 شهور ومشينا المعروف نلعبوا في الحصحاص معناها ما قلناش لا تيران صغير لا كبير لا حتى شيء اليوم كي سكرنا ومشينا الحمام سوسه حمام سوسه قد معروف ولا اقل ولا اكبر تقريبا سوسه اكبر من استاد معروف معناها احنا ضحينا ولعبنا 6 شهور تثبت عليه وقت التيران ونلعبوا على الشوب انا وقتها معنا اليوم عندك زاد اتحاد افريقي واتحاد عربي يفرضوا عليك راهو مجموعه شروط نجموا نكريو كيما توا ضحيوا شويه فوزي احنا شنو نحب نقولوا هو ما صارش عكس هذا تقريبا لا خاطر فما برشا ناس توا ستانست برشا ناس عطات العطاله وكيفاش لازم نضحيوا شويه فوزي باش الجيل الجاي يلقى بين قوسين راهو ملعب حمام سوسه الناس اللي خدمته ومكرم كان شاهد على هذا زاد اجتهدت باش تقدم ملعب في حله جيده جدا اكيد بار حتى هما سؤال ارضيه تحكي علي مكرم سؤال ارضيه والا البيستير ولا نحن نشكر كنظام بارك الله فيك ماش حاب نشكر شكر خاطر تشكرش على خاطر انت بالفعل خدمته وحضرته وجبته نحن راهو اول سيدا مشكور اللي دفع فلوس من جيبه سيدا شرف الدين بعد ما خرج رئيس بادية السابق سي توفيق العريبي اللي كان هو أعطى الموافقة في البلدية سوسة مش تعاون بلدية حمام سوسة إلا أن كتب العام وقتها عارض وجاء الرئيس الجديد اللي هو عارض قال نوفر كلش اليد العاملة والماتريال لذا أشرف الدين دفع من جيبه الخاص مش عاود برشا تحسينات ودفع فهمتي أما نورمالمون نحن كحمام سوسة ولا سوسة نحن بلاد واحدة وحمام سوسة معناها تعتبر بنت بلدية سوسة في الميزانيه في كل شيء نذكر رئيس بلديه السابق سي توفيق العريبي اعطى حتى الحاويات معناها كنعاونوه ما فيها حتى مشكل نجيو اليوم نحن نعطلوا تمويل ولا نعطلوا حاجات لبلديه حمام سوسه عيب ما يجيش مش وريك كل واحد معناها الامور الشخصيه تطغى على المصحة العامة يعني ساعدني فرحان كي نبدأ حمام سوسة في حلة جيدة يعني نهار عدى صباح نمشي نتفرج في حمام سوسة يعني نمشي نبدأ حمام سوسة تكون تحسينات ظهرت مكرم على الاسم ظهرت واني حتى قابلت شكون في بادية حمام سوسة قلت علاش خاطر رجعنا لحمام سوسة علاش ما نعملوش تيران لا تيران برا اخر الصغيرات تصور انت صغيرات عمرهم 16 سنه يروحوا العشره تاع الليل خاطر عندهم تيران برك في الميني والكادي وجونيور وسبور في تيران برك معناها تيران اللي على اليمين هذاك هو تيران كان عندهم تيران اخر كان عندهم تيران اخر بحذا بريفي يعطيوه للبريفي وما يعطيوش للمصلحه العام معناها نجي اني تيران بعض القاع المغطاة حمام سوسة ما نعملوش تيران حمام سوسة جمعية اللي تخرج فيها جيل وتكون فيها جيل اليوم نلقاو خواص ياخذوا معناها نقول لك البلاد هذه شنو ثم خور ثم بلاد هات ولادك ناكلهم اللي عنده علاقات ياخو
وياخذ ملك الدوله وياخذ ملك معليها. قاعدين نحكيوا على الصبر بالضبط. صبر صبر شويه مكرم. نمشيوا المقابلات اللي لعبت في الويكاند. نبداو بالحديث على هلال الرياضي الشابي الفريق المتالق الحقيقه. ربح فريق عنيد 3-1 رغم محاولة الحكم بالخواص وهذوم الحكام اللي نقول لك اني وصمت عار على الرياضة التونسية كالعادة بالخواص اللي حاول بكل طرق ايقاف الى الشاب. متاكد يعني من شو متاكد يعني تفرجت في اللقطات وزد يعني تفرجت في اللقطات وتفرجت على لقطات فكاهية للحكم في المقابلة هذه فكاهية معناها مسرحية سيدا معناها تشوف الدزات انا نفهموا بعضنا تو انت في التمثيل كي يبدا واحد شيء خاصة رئيس مركز كلام هذا فهمتني نجيو اليوم كيفاه فسرنا معناها مخالفات معناها في وسط تيران يعطيك تجي قد بعد الدزويت ما يعطيكش يعطي الاخرين في الدزويت رغم ذلك ربحت وكانت في نهار كبير الشيء وتاكيد لكلامي البارح سفيان بلعيب كان حاضر سفيان بلعيب صديق بلعيب اللي هو زاد حكى لي اكد لي نفس الواحد قال سفيان قال لي رغم كيد الحكم ورغم محاولة الحكم الا ان هلال الشابة كان في نهاره الحقيقه كان خارق كان في نهاره واللي هو فاز عن جدار معناها هلال الشابة راهي في الطريق الصحيح وزيد سي توفيق زعبور اصبح مدير فني هو عودة الديو التاريخي اللي ربح مع النجم الرياضي الساحلي تشامبيونز ليغ هما عادوا لبعض مارشون وزعبور الحقيقه انا حبيت نتفرج عليهم كنت سليمان 4-2 فريق ممتاز انا تفرجت في الشابة حتى سليمان مرتين في الميدان مره ضد جي اس كا في عواني وعلى فكره بربي على فكره منعرفش نسميه هكا زوز فرقة حافلة سليمان والشباب ممتازين افضل ثاني والله نفس الفكره وياك وين السيريفا ثم زوز مدربين يلعبوا لاتاك مارشون الحقيقه مدرب معروف بالخطه الهجوميه نتاعو وشاكر مفتاح من بين الدمادم نتاع اللعبه في تونس الحمد لله انه ربي عطاه وقت اللي رينا فيه في الآ انا نتذكر اول ماتش في الآ ضد جي اس كا ربحوا 2-1 في القروين يبكي بالدموع معناتها قال الحمد لله انه ربي اكرمني بيوم مثل هذا بعد كارير نتاع 40 سنه ولا اكثر انه نوصل راني في الآ فريق ونربح في ملعب فريق عريق كيما جي اس كا دونك شابه في الطريق الصحيح سليمان زاد فريق يفرج خلي سرياض يحكي شويه على الامور التقنيه لانه فقط سرياض باش نعطيك معطيات كان البارح ضيفي نديم بن ثابت حارس المرمى قولي اني صاروا دي شونجمون خاصه البيفو اكسيال سيرج رجع في بلاصه وادي الحاج فرج اللي ولد النجم الرياضي الساحلي واسامه معمر مهاجم كان احتياطي لعب مباراه ممتازه وهذا اللي عمل فيه الجمعيات هذوما توا يلعبوا من غير حسابات معناها متهنين على البطوله يعرفوا شكون باش يهز البطوله يكون لكن يلعبوا على الارتياح يكونوا حقيقه معناتها اليوم يلزمك تربح توا المقابلات معناها من اللي باش تضمن روحك يلزمك كان الجمعيات الكونكيرون ديريكت نتاعك ما تربحوش شكون باش تربح ويلزموا يلعبك هكا ويلزموا يخرج يلعب ويبدا فرحان بجمعيته داير كيما كنت تحكي في بوسالم عدات المقابله في سليمان سليمان ان شاء الله بوسالم تلعب الاه علاش لا نتذكر عدت مقابلة ممتازة كيف كيف فتوى في النسق ريت كي يبدأوا معناها مأمنين برواحهم واخذوا ثقة في رواحهم مع الممرن معناها عنده صبغة هجومية زرع فيهم الانتصارات وحب الانتصارات ولا يخرجوا يلعبوا ولا يعرفوا يربحوا زادة خاطر كيما الربح باش تعرف كيفاش تربح ثقافة كروية وهنا يلعبوا معناها من غير حتى كومبلكس يلعبوا خاطر كل شيء أمورهم خالصة الانترنر مستوى عالي مدرب مساعد مستوى عالي الجمعية قاعدة يضخ فلوس علاش ويضخ أبار الفلوس وراو المثال اللي حكاه سي رضا شرف الدين وسي حمدي المدب توفيق المكشر تماما يقول لي نديم بن ثابت البارح كان ضيفي يقول أنه لو توفيق المكشر ينسحب اليوم الجمعية هذه راهي تنتهي تماما وهذا خطير برشا خاطر تعلقت الجمعية الرياضية بأشخاص خطير جدا وهذا اللي كنت نحكي فيه أنا تغيير المنظومة لأنه ده كله بصراحة يطلع لك شعار يقول لك ليتوال برجالها كيف أنا معاك ليتوال برجالها سي رضا شرف الدين عمل مرحلة وقالت خويا خارج على روحي وينهم رجالها وينهم رجالها اللي تحكي عليها تقول لي ليتوال برجالها وينهم رجالها طبعا احنا حتى سي رضا لا سامحني رضا راهو فما
رجال انت سرياض سي مكرم سي مش نحكي على الرجالات نحكي على البروفيشناليزم اي على الشخص يمسك زمام الامور مع سيريفا هكا فما سياسه كامله زاد راهو اربع جمعيات يوليو هما الشوارات يلعبوا الشامبيونات والاخرين توا انت باش تجيب رجال الاعمال الواه يستثمر في الكوره من تو راهو موضوع كبير هو كان في وقت ما من باب التقرب للرسي دي واللجنه المركزيه انت اليوم اندخلت قفصه وجندوبه ما نربطوش رجالها أغزل خلنا في محاشة سي ذا ما نربطوش رجالها اللي هما الفلوس خاطر لاعبين نقدم جمهور هدف عليها الناس تكلم عليها تاريخ أما طريقة التمويل تاريخ يا مكرم إيه رجالها ولا مش رجالها شوف لا سامحني يا مكرم أنا بالنسبة لي اللاعبين نقدم شوف أنا راه فيهم ترى كاتيجوري اللي عنده البروفيل متاع ريسبونسابل يدخل يشد مسؤولية تغيرت الأمور لا لحظة احنا خلينا نكمل معاك اللي عنده بروفيل متاع تكنيسيان يدخل يريني ويدخل اللجان الفنية واللي ما عندوش لهذا يكون جمهور وفي الثقافة هذه مش موجودة في النجم الساحلي موجودة في الترجي في صفاقس في كل شيء اي مالوريزمون هنا مش موجود في الساحل ما تكون في حتى ملاعب من الملاعبية نتاعهم وثاني حاجة وين ترى فيهم الملاعبية اللي انت عندهم مسؤولين ولا انت ترى فيهم اللي تحكي فيهم احكي لي وريني في اللي تعمل لا مريتش اي علاش فوالا دونك فما ابروش غلطة واضح نقعدوا في الليتوال الاولاد ونحكيوا على نفس الموضوع مكرم اللقيم حكينا على السيستم بالأخواس أيضا نضال طيف أسال مردود وحبر كبير رغم أنه البارح أنت قلت الاستاد تستحق والاستاد كانت في نهارة واللي النجم عمل أغلاط فردية فظيعة حكيت عليها بعد شيء حكيت على الأهداف حكيت على الأهداف حكيتش على المقابلة يعني ونزيد نهني مرة أخرى بخاطر نعرفهم يقولوا لي كلامي أي فرصة نحطوا البارح نفس الطريقة أنا نحكيك عن أهداف ما فيهم حتى كلام أما أني خاصة بواحد نحي لي بلنتي وضرب الجزاء وهدف حكم كما هذا وصمة عار على الرياضة التونسية حكم قاعد يخف التعليمات منا ويجي الليتوال يجي بالذمة محزم ونذكروا عمناه الماتش بين قردان شعمل حكم هذايا أتعس ما فما من جملة بعض الحكام توع سافي عدسينا الأغلاط مكرم أغلاط بربي شو أغلاط تطحي لي بونتو وتطحي لي بلنتي وتقول لي أغلاط تجي كفران وقيت لك عليها هذيك أنا مش مستانس راني نطلب فوزي ولا نشكى بالتحكيم خسرنا مع السيابي خسرنا ما كي جيت خسرني أنا خسرتني أنت أنا ما نرضاش لا خسرت أنا خسرتني أنت من المخالفة الحناشي هز فوق وهبطوا وزفر كفران الاخرين اي شي غريبة معناها السيد هذا جاي شو يعمل هذا اصلا في قاعد يعمل معناها تجي تعرف ما فهمتش اني شو في مخه شو يحب بالضبط اني لا اول بعطيك مش عطيك كواليس ما نقولش الاسماء اني اول مره يطلبني مسؤول من نجم الساحلي يسالني الحكم يقول لي خايف منه خاطر ظاهر مش بريء حكم هذا مش بريء علاش ما تعرضوش عليه تنجموش نحيه انا تو شو تعرض عليه بربي تو برشا جمعيات يجي مثلا ما تنحيش مقصودي ما تنجمش لا باش نحيه اما هذا بالنسبه لياني هيئه نجم الساحل لازم تراسل الجامعه تونسي تقدم هذا ما عادش يزفر الاطوال ابدا اي ابدا من الزفر اكثر من هيك انت تحس الاطوال حاطينها في تركينا وداخلين عليها بالبوكس تحط لي حكم كيما ذا وتحط لي سيء الذكر اللي عادي في المقابله حتى زميلك أني من احترامش لعبت لك مكاك اللي محايد العش ولا اسمه هذا عبد الرحمن العش خريب يخرج من التلفزة شو المؤاخذة اللي عليه المؤاخذة وقت تمركي يقول باش تخرج بالتلفزة كي تمركي يتوالس خلاتوش بوتو يتوالس مفقش بيه أنا مفقش بيه تم محياة اخذر لي كنا نحكيه وأني متعصب على الاتوال أني متعصب تعرف وقت ايش تعصب ثم كلمة قالها وأثرت حفيظة اللي زيت وليست الكل الحقيقة في نهاية الشوط الأول قال عريس الشوط الأول على جيم بينزا أبار هذا الرجل يعيط رالي وكي ماركيت لتوان نثبت أن نحق في عينيا بونتو ولا مش بونتو البرود اللي علق بيها البونتو قلتوش مع العلم اللي كان فيما بونتو ينطق وخلي الواحد يعيط هو ذاك نعطيك حاجة أخرى ربي خلنا نعطيك حاجة أخرى خلنا نحطوا كل واحد في القالب 30 مرة ما تفهموش خلينا نحطوا كل واحد في القالب متاعه وعلى كما يقول الصحبة بكر على مسؤوليتي
قسمت بالله من أتعس المعلقين في الجمهورية التونسية واللي توجدوا في التلفزة التونسية هو عبد الرحمن العش. يا سي مكرم مش مليون. ونعطيك حاجة أخرى، خلينا نكلمك حاجة أخرى، وأكثر منظومة فاسدة في تونس هي التلفزة الوطنية اللي فيها 1200 موظف أكثر مشتر، أكثر مشتر من الفنون. ودي تعرف شيء هذا بإمكانيات رهيبة. مدير سريبا لا يعرف خاطر ولد التلفزة، ولد التلفزة، ولد الإذاعة، ولد الإذاعة، ولد التلفزة. العامل في الإذاعة نعرف في غير على المرفق العمومي زيادة، ما عادش فهم الإذاعة والتلفزة. التلفزة التونسية نحكي لك، التلفزة التونسية الخدام اللي يخدم معناها يخلص تقريبا خلاص انجينير اي تقريبا قديش معدل الاجور في المؤسسات مثل هذه من جم بين والى من 1200 وطلع 1200 هذا ابسط عامل. اي وحاجه اخرى شو يخدم هو؟ السوايع. يخدم ما يسمى اوم سيرفيس، يعني يهز حط جيب ياخذ في شهريه وما يهز شيء وما يحول شيء وما يحط شيء. كيف؟ وي يجي للخدمه يبونتي ولا يجي للخدمه يقعد يعمل ساندويتش يعمل قهوه زوج ثلاثه ويزيد وقت اللي يبدا فيه مسلسل يمشي مع الفريق تاع المسلسل وياخذ كاشي بتاعه كاشي البرودكسيون باعتباره اكسترا. نزيدك اكثر من هيك خلي كمل، لانه هو ولد معناتها المرفق العمومي. المقر الجديد وأقسم لكم بالله شيء ألم نعرفه، المقر الجديد بتاع التلفزة استدعوني في برنامج رياضي والتصوير في استوديو جديد، وأنا المقر الجديد ما نعرفوش وقتها قلت الجامعة العربية أولا في بنية عظيمة أكثر من 300 مكتب بشكل بشكل ما تخيلوش في بالك، عظيمة بشكل ما تخيلوش في بالك. وأنا داخل الاستوديو يحضروا في الديكور نتاع الحصه، قعدت نوزر نشوف الامبلونتاسيون تاع لي 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 البروجيكتور والواحد كذا، غزرت الطاوله بالار ما شفتنيش لان تخيلت، وتعرف الواحد حكايه المسرح تلبس شو، تخيلت القاعده مش باش تكون مريحه برشا، ظهرتي كان سري شوي. وزرت المخرج قلت له الحبيب مش لكن طاولة، قال لي برا أرجع وشوف البيرو اللي على جنبك وانت داخل على اليسار. مشيت لقى تقريبا بدون مبالغة 20 طاولة بالله تاع البيليكا مكسرين. شو قال لي مكسرين عمدا باش وقت اللي تجي انت سي فوزي يقبل برنامجك باش يجيو زوج خدام يهزوا الطاوله هذيك يبعدوها ويجيبوا طاوله اخرى بلاصتها. اها قول لك مكسر. اه مكسره انا عندك طاوله لويش بدل فيها. اذا يلخص الوضع اللي تعيشه التلفزه ولا اي نعم اكثر من هكا ادارات الكل حتى في الصحه وفي التعليم اكثر من هكا تكنيكمون الاضواء ومراد يفهم فيها الأضواء نتاع ستوديو البروجيكتور اللي يفر الأورديناتور فما برنامج في الأورديناتور يسير به البروجيكتور على اليسار على اليمين الفوق اللوطة الدقري 10% 5% 2% وانت ولا وش حاجتك كسروها زيد اي عليه سؤال عليه. انا عندي 20 سنة ديريكتور فوتو باش يجي واحد يعقل في اورديناتور انجينيور انفورماتيسيان يولي هو عارفي ويسير الخدمة بالاورديناتور بل انا شو وليت يلزمني نقعد بالحديدة. واضح اكبر منظومة فاسدة واضح
وتحمل مسؤوليتي. واضح ونطالبوا الحكومة الجديدة فتح ملف التلفزة حلوا باب حرب الروح. أخي فما حكومة جديدة بلي دقيقة شوف 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 حتى تحل الدوسي على روحها هي خلي تحل دوسي التلفزة التونسية تحل الدوسي على روحها هي تحل دوسي التلفزة التونسية أكبر ملف في زبوت حل. نرجع الكورة لا بش نسألك على المباراة وكا لاش نطالبوا يا سيريا يا سيريا يهديك متبعش مكرو يتو هنا احكي لنا شوي على الامور التقنيه في الماتش فنيا. صراحه الامانه هي اللي توال ما هيشك اللي في حاله جيده كما ينبغي بالرغم من الحكم ما يعنيش اللي في الظروف هذيك تحكي عليه الاربيتر مع بعض خلينا نمشي الامور الفنيه باش الناس يفهموا شنو صار في الماتش. ما فما حد شيء في المقابله ما نجم نفسر لك حد شيء معناها الريزلتا هي اللي تحكم عليك وخاصه ما مشى حد شيء احنا تو نحكموا على الديفونسورات اغلاط فرديه اغلاط فرديه اي ما تنساش اللي عندك من لوتيرا معناها ما يفكش في الكوره اللي دوزيلي معناها ما يفكوش ما يرجعوش يفكوا في الكوره كيفاش تحب تلعب انت في الروبلي ديفونسيف وقت اللي معناها الكوره تولي ترجع لك من لوتيرا نايفك اللي خلات الساتونيزيا ماهيش مامنه بروحها اعطيناها فرزه لو كان دخلت الكوره نتاع المثانيه اللي ضربت على البار وتغيرت معناها الاحداث معناها احنا نراو في النجم الرساح يعني بصراحه ما عاد معناتها اسمه الشيخاوي اللي فريمون معناها تحس بكاليبر وقت اللي يشد الكوره ياخذ يلعب ويخرج اصحابه ويلعب بالرغم هذا ما ريت حتى شيء في النجم الرساح قطع نظر على الحكم كنا نجموا نرجع في الطرح كان عطانا معناها احنا النجم الرساح كان عطانا بوت ورا نرجعنا في الكور الدوير حتى في في درج نجموا نرجع في الكور والله مع الحكم هذاك ما ترجعش ياخذ يوم الدين تلعب فاهمين احنا ما يعنيش احنا نشوف نرجعوا للشبك معناها للشبك كيفاش بالرغم الحكم كانت في نهار كانت في نهار اسمه سيري دازا ما نجمش يعملنا حتى شيء عندنا زاد التألق مستقبل الرجيش يرجع يربح 3-0 ماتش تاني ممتاز فريق قاعد يقدم في كل مرة يثبت أنه فريق كبير برشا في الليغ 2 الهلال مساكن أيضا تربح هذا مهم أما الحمصوصة عملت فوفا في بلادها لكن الفريق ما هوش خايب حتى ترى أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي ولو أنه في رجلتا فينال لعبنا بالنتيجة لعبنا بالنتيجة ربحت ولا خسرت ولا كذا لعبنا بالنتيجة ولكن دائما نقول يا تشوف أنه كيفاش لابروش ديفونسيف تاع ليتوال صحيحه ولكن ثلاثه اخطاء قاتله في نفس الماتش فرديه هذا المشكل هذا المشكل الكبير فرديه ماهيش معقوله واضح مروا الى الفرق بربي بربي لحظه بربي عندنا التكتين في دينا ولكن ايماجين جوست سؤال صغير ايماجين انه ليتوال لانه الاربيتر عطاك البينالتي وانت خاسر في البلاش ودخلت الفيستير دو زعان لا متفاهمين على والبونتو البونتو انا في وليتوال بالرغم هذاك مرتات البونتو ورجعت في الماتش وحسرت الملعب التونسي خنقتها علاش ما خنقتها هو قبل ما يماركي لك انت من ما انت تلعب الشامبيونات طفت عليها تخلقها نحن حكينا على حارس مرمى من قبل نعملوا نحكيوا عليه كيما لعبت في الاخر كيف تبدا نحكي يا رياض نحكيوا على حارس مرمى من عمناور على البلبولي والله يسامح واني نقعد ديما نقولها مش بعلاقتي بالبلبولي اما بالكومبيتونس بتاعه شوف الله يسامح اللي كان سبب في استغناء على كلمة على رجيش حمام سوسة بالضبط ستة مش بالنسبة لي فما جول اللي سمح لي فما جول الثالث على الدين ايوب معناها مش خايب زين خلينا نسمعوا سيريفا انا بالنسبة لي فما فيها اللوطة في في الدي دو في الدي دو وغيرها وحتى دي تروا وحتى في الدي تروا كي تفرج فيهم قول محلاها الكرة صحيح محلاها الكرة معناها اباندونس في العطاء في تونس هذا اي في تونس في الليغ 2 صحيح فما كوره ولا في الليغ 2 وحتى تحت الليغ 2 فما ناس تطور في الكوره تتفرج الشيخ تعمل جو تقول هذه الكوره شكون هم ما سميش جمعيات لا ما سميش جمعيات شفت بعثوا لي بودو بلبه اليوم مشيت عليه لا فما فما كوره الحقيقه في الدي 2 دي 3 فما كوره انا نمشي نتفرج ونتبع حاجه كيلواش في السي 2 درنيرمون مش على ساحلين مقابله حلوه برشا وساحلين خسرت واحد بلاش في بلادها والجمهور شايف فما لعب وخسر فما لعب يلعبوا في كوره حلوه مزيانه تعمل كيف بون
وساعات في الجمهور، الجمهور واعي اكثر من الجمهور. لا الجمهور يفهم كوره بصراحه، أي. يعني يفهمك ساعه ساعه معلومه ساعه ساعه تبدو جمعيته رابحه ومنرفز بالضبط، يقول لك ما مشيتش الامور والاربيتر داز معانا. شكرا لك، دازيت معنا انت سريع، يعطيك صح سريع. سيما كرم ما خليناش يتكلم. لا 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 ل